ناس بيقولوا بيقولوا ايه اساميهم بس يقال اكثر هلال ممكن الناس دول يكونوا يعني موجودين هنا ممكن يكونوا قاعدين على شمالك هو انه قاعد من الناس بيقولوا انه عنتر هلال عمرو قال عنتر هلال عمرو هلال ما بيعرفش يكتب غير افيهات طبعا يمكن اكون بقول انا انت لا يمكن اكون انا يعني هتقول بص بقى اقول لك على حاجه اولا هذه ليست صبه ولكن دي يعتبر ميزه لانك انت في الاغنيه اللي لم تحدث دهشه للمتلقي وتشده بسرعه وتخطفه عشان يجي لك ويسمعك انت كده بتكتب موظف بتكتب اغاني تعدي وكتير من الاغاني ساعات تقعد قدام محطات بخصوصا للاغاني وتعدي الاغاني ورا بعضها لنفس المفردات هي والاستهلال واحد لا في اي عمل فني بص هقولها للناس واللي بيحب يستفاد من القعده دي حول حاجتين اول حاجه بخصوص الموضوع ده عايز تنجح في اي حاجه بتعملها في حياتك اختلف غير الاغاني برضه اختلف خليك مصدر للدهشه مصدر للدهشه ومصدر ودايما ائتي بما لم ياتي به الاخرون هو ده بقى الابداع وده الفن وده اللي الانسان اتخلق عشانه وربنا اداله عقل يطور بيه نفسه عكس جميع المخلوقات الاخرى ما طوروش نفسهم دي واحد اثنين بص يا جماعه عشان انا زي ما قلت لك بركبهم على بعض شلت منهم كلمه هيقعوا دي واحد اثنين بخصوص موضوع عمرو دياب عايز اقول رايي اللي سر نجاح عمرو دياب وده برضو عشان الناس مش عشان عمرو عشان الناس تفهم سر جماعة نجاح عمرو دياب هو التركيز يا جماعة هذا الرجل مركز في شغله جدا وفي كل تفصيلة من اللي بيعملها في الكلام في اللحن حتى في قصة شعره حتى في قميصه حتى في الحفلة اللي بيعملها حتى في الدعاية بتاعته ما بيسيبش الأمور تمشي عايمة أو بشكل عشوائي كل شيء مدروس كل شيء منظم هذا الرجل اللي يعمل كده تضمنه أنه يفضل على قمة لكن السرحان وعدم التركيز وأن أمور كتيرة تاخدك من هدفك أو تركيزك والأمور دي معروفة مش عايزين نقول اسمها لأن حاجات طبعا مش مظبوطة أكيد طبعا مش هتبقى عمرو دياب مش هتبقى على القمة محافظة زي ما بيقولوا المثل الكلمة المعروفة للعيال حتى الوصول للقمة سهل الاستمرار على القمة هو ده الأساس أخدت أكثر من حقك على بص كده خلصت أي كلمة تاني هبوظ اللي قلته.